أنا خالد درابسة، مدير المالي بترانسميد الأردن. أنا بديت بترانسميد قبل حوالي 13 سنة كمدير مالي. بهداك الوقت كان عدد موظفين المحاسبة 4 موظفين، وترانسميد كان فيها 70 موظف. اليوم قسم المحاسبة فيه حوالي 10 موظفين، وموظفين الشركة عددهم 250. فكلياتنا كبرنا مع بعض عبر هاي السنين. لسه عم بتذكر كتير منيح إيميل الترحيب اللي وصلني أول ما بديت شغل بترانسميد. بتذكره كتير منيح، مش بسبب ذاكرتي القوية، بس بسبب إنه كان في بعض المفاهيم اللي حسيتها موجودة بنفس اللحظة، وحسيتها عايشة معي يوم بعد يوم بترانسميد. يعني لما الكرة توقع من إيد موظف، يكون هم كل الموظفين إنه يشيلوها بأسرع وقت بدون ما حدا يفكر إنه من مين وقعت وليش وقعت. هذا واحد من المفاهيم اللي كان بالإيميل، ولقيته فعلا عايش معي على مدار 13 سنة اللي راحوا. فلما أشوف أن ترانسميد لبت طموحات واحتياجات عدد كبير من الموظفين لهذه الفترات الطويلة، بحس بالأريحية، وبحس كمان بفخر أنه أنا جزء من هاي المنظومة.